ياسر ابو عزوز، ابو عزوز ابن ومولود الاول في هذا الموسم، هنا الكره العرضيه ابو عزوز، الله ابو عزوز ما يعرف الا الفوز، ما يعرف الا الفوز. ياسر القحطاني اذا طار لازم يصيد، اذا طار لازم يقنص، اذا طار الهلال كله يطير، كله يطير، الموج الازرق يرتفع، يرتفع، والشرف الاول في مرمى السد، الشرف الاول في هذا السد، في السد القطري. شوف العرضيه، شوف الهروب، شوف القناص، شوف ياسر الارقام، شوف ياسر الاحلام، شوف ياسر اللي ما يشوف الا قدام. في الدقيقة 10، اللي مولود في شهر 10، في يوم 10، هو اللي سجل، هو اللي تقدم. انها فورمة الهلال، الهلال يبدأ بداية قوية، يبدأ بداية قوية. تياغو نيفيز الله على الصناعة، ياسر على كراته، على تسديداته، على الكرة الرأسية القوية. ياسر إذا طار لازم وصلت الى ولي همسون، ما زالوا يبحثون عن الطريق، ولي همسون بيلعب الكرة عرضية في مكان، الله يا رب يا ياسر، القوس قوسك والسهام سهامك، ماني على سهم تسلى قوة، هذا قوسك يا ياسر وهذا سهمك يا قناص، الله يا عودة، الله يا قاتل يا قناص. شوف الكرة الماضية من ياسر الأرقام، من ياسر الأحلام، من ياسر اللي ما يشوف إلا قدام، على الطاير طلقة، على الطاير رمية، على الطاير كرة لم يشاهدها أحد إلا وهي في الشباك، لم يشاهدها أحد، لا مخرج، لا مصور، لا متابع، لا مشجع، لا حارس، ثبت الكل، ثبت الكل، أنت لآسيا. بهدف مقابل لا شيء، نتيجة أتمنى بأن ينجح فريق العين في تعديلها، والكرة بتصل الآن من جديد في نص الملعب في مكان سليم، فيها محاولة، فيها تمريرة، ولكن الكرة بتتخلص، تعود من جديد في مكان تياغو، الله واتى من يصنع الفارق، رحل عنهم التايب، ولكن الهلال لا يتوب وتياغو لا يتوب، انه المحيط الهلالي، المحيط الهلالي يجتاح السد لينهار السد امام محيط الهلال. ثلاثة، ثلاثة من تياغو نيفيز، الله على الكرة، على النظرة، على اللمسة، هناك، هناك تياغو نيفيز رحل عنهم طارق، وأتى لهم من يصنع الفارق، رحل عنهم التايب، ولكن الهلال لا يتوب ولا يشبع. ثلاثية تاريخية كأكبر انتصار للهلالي في تاريخه على السد بثلاثة أهداف نظيفة، هنا في استاد جاسم.